سلامتكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا اموركم باهيه وهانيه. سامحوني واخرت عليكم، نعرف اني نورمالمون الفيديو هذه راح تهمت عدى شهر وتصبت، اما جات امبريفيو اني مشيت لالمانيا باش نكمل الماستر بتاعي، وفي الشهر هذاك تخسرت بالحق بالاوراق وتوا وين انستاليت روحي، واكثر من انه ما فماش وقت الطقس ما واش هذاك الكل، ما نلقاش الشمس كيفاش باش نصور لكم الفيديو. اما توا نورمالمون سي بون، انستاليت روحي نجم نعمل لكم لي فيديو كما قبل، اوموا مره كل جمعه ولا مرتين كل جمعه. وزادا نحب نقول للجماعه اللي بعثوا لي دي ايميل اللي يسالوا على دي سيت معينين، سامحوني مازلت ما جاوبتكمش بخلاف الوقت، بدلت البيسي نتاعي ولي سيت الكل هم في البيسي القديم، والبيسي القديم خليته في تونس. دونك الجمعه هذه ان شاء الله نحط وقت نلوج على سيت هذوما ونجاوبكم الناس الكل باللي ايميل. وزاد فما حاجه اخرى نحب نقولها، ملاحظه البرش عبيد قاعدين يبعثوا لي دي ميساج ساعات يقولوا لي اكتب لنا السيت الفلاني اللي انت تستعمل فيه في الفيديو الفلانيه، وانا كل مره نحط في البعض انفو لي سيت اللي نستعملهم الكل واي حاجه تنجموا تستحقوها، وفما اصلا حتى شكون ما يعرفش معناها بعض انفو. بربي الوقت اللي تقعدوا ضايعوا فيه باش تكتبوا لي انا ميساج وتستناوني بربشوا شويه في اليوتيوب كما قاعدين تراو هكا تنجموا تحلوا البعض انفو تلقاو لي سيت بتاعكم، وان شاء الله ما عادش يجيوني دي ميساج كما هكا. نرجعوا لموضوعنا اللي هو السي في. بالنسبه للعباد اللي عمرها ما سمعتش معناها سي في والا ما تعرفش كما جمعت لي سي والا العوامل الاولى في الفاك، السي في هذايا دوكيومون انت تكتبو تحرو بيديك تحط فيه لي زانفورماسيون عليك الكل كما اسمك ولقبك، شنو قريت من البريود نتاع الليسي حتى كش للفاك نتاعك، وقتاش وشنو المده وشنو سبيسياليتي، زادا كيف تحط على الستاج كان عملت دي فورماسيون، كان عندك دبلومات في لي لونغ، تحكي على السكيلز نتاعك اللغات لي لوجيسيال والحكايات هذوما الكل. علاش باش نهار كي تمشي تصب في ستاج والا خدمه والا باش تبعث في كونكور اول حاجه يطلبوها عليك هي السي في باش يتعرفوا عليك، بعد ما يقراو السي في نتاعك ويلقاو رواحهم انتريسي بيك باش يبعثوا لك ايميل يقولوا لك اجانا باش نعملوا انترفيو راك عجبتنا وبلا بلا بلا وتكمل لك البروسيدور هذيك الكل. من الاغلاط والنصائح اللي نحب نقولها لكم، اول حاجه بربي ما عادش تعملوا السي في بالوورد وتحطوه كله اكحل فرد صبه، وما تعرفش بين السيكسيون تاع القرايه والسيكسيون تاع لي فورماسيون والسيكسيون تاع لي ديبلوم والا الخدمه، تلقى كلهم محطوطين تحت بعضهم والدات بالمقلوب مثلا نمبورت كوا، اللي يرى يراها صبه واحده بلوك واحد وما ينجمش يقرا. ابعدكم من الوورد. توا هاني باش نعطيكم 3-6 تحفونيات تنجموا تعملوا بهم سي في مزين بالنسبه للعباد اللي تحب السي في المزين، والسامبل بالنسبه للعباد الاخرين. انا استعملتهم في السي في نتاعي وديجا تقبلت بهم وصافا، معناها جوفوا اللي تيب هذاك بيان اورغانيزي وسامبل وليزيبل سورتو. والحكايه الثانيه اللي باش نقولها لكم بالنسبه للميل اللي باش تكتبوه في السي في اعملوه بروفيسيونيل. ايش معناه؟ معناها كان اسمك محمد بن صالح اعمل الميل نتاعك محمد بن صالح at whatever اللي بعده باش يجي، ما تكتبوش لا شوشو 190 لا احمد 196 لا 91 ولا حتى نومرو مربوط بالميل وقت التربيجات والاسامي المشقعبه نتاع فيسبوك ما تستعملوهمش، راهو تري مال فيو ينجم يرفزك اوتوماتيكمون بالكتيبه نتاع الميل نتاعك. الغلطه الثالثه زاده اللي ما لازمهاش تعمل، ما عادش تكتبوا قداش عندكم من خو، ما تكتبش بوك وامك كيفاش يخدموا، ما تكتبش نمرو بطاقه تعريف نتاعك، كان خليت وطارت اكتب نمرو الباسبور مع انه في خدمهم من بعد يطلبوكم في الباسبور زايد، تكتبوا اسمكم لقبكم لادريس والميل والتليفون، يعني تحطوا لي 3 مويان كيفاش باش يكونتاكتيكم اكهو، ما تزيدوا معهم حتى معلومه اخرى. توا نتعداو باش نوريكم لورغانيزاسيون تاع السي في كيفاش تجي، ونبداو باللي سيت اللي تنجموا تستعملوهم باش تعملوا السي في نتاعكم. دونك اول سيت باش نحكي لكم عليه اللي هو نوفو ريزومي، تجيو لهنا تكليكيو تلقاو برشا انواع ديزاينز نتاع دي سي في ملونين مزيانين، والحكايه اللي تحفون على هنا اللي هو بيان اورغانيزي لي سيكسيون والحكايات كلهم مكتوبين من عندهم، وانتم جوست تكتبوا لي ديتاي. مثلا هذا ان اكزامبل نتاع سي في واحد نيفو باك مكتوب بالالمان، كيما تراو لي تيتغ هذوما تنجموا تبدلوهم باي لغه تحبوا عليهم، تكتبوا لي ديتاي باي لغه تحبوا عليها وتختاروا الالوان والديزاين اللي تحبوا عليه.
السيت الثاني هذا السي في ميكر اللي هو اكثر واحد انا نخدم به، سهل على الاخر بالنسبه للعباد اللي تحب تعمل السي في نتاعها باللونجلي، على خاطر موجود كان باللونجلي. تجيو لهنا تحلوا السيت هذايا وتلقاو لي سيكسيون مخدومين من عندهم، ما عندكم حتى افور لهنا في الاورغانيزاسيون والا في لي ديتاي. هذا ان اكزامبل نتاع السي في نتاعي، بعد ما عمرت هذوكم لي سيكسيون طلع لي كيما هكا منظم بالذات كل شيء. والسيت الثالث اللي هو يوروباس، هذا يصلح للناس اللي تحب تمشي تقرا في الأوروب وحاجتها بسي في اون انجلي، على خاطر اكثرية لي فاك ساعات يطلبك في سي في اوروبيان، يقولك حاجتنا بسي في او او والا او او سا ديبون انتي واللونك، معناها تخدم السي في متاعك طول على السيت هذا اللي هو يوروباس. السيت هذا اورغانيزي حسب السيستم اوروبيان وسهل على الاخر، جوست فيل ان ذا بلانكس تعمر ولي سيكسيون بيان اورغانيزي. هذا ان اكزامبل مثلا من السي في نتاعي، كيما تراو منظم مزيان وسامبل وليزيبل سورتو. اتون نخلي لكم في البار دانفو اللين نتاع كل سي في وريته لكم لهنا باش تنجموا تطبوا عليه كان استحقيتو اكزامبل. دونك توا نبداو نحكيو على الاورغانيزاسيون نتاع السي في اللي تنجموا تتبعوها كي تجيو تكتبوا سي في بالانجلي فرونسي عربي ولا اي لغه كانت. الحاجه الاولى اللي نبداو بها السي في هي الاسم واللقب، تكتب بالصحيح كما في الباسبور، نحطوا تصويرتنا ونحطوا لي كوردوني نتاعنا. لي كوردوني اول حاجه هي الادريسة، خاطر فما برشا دي زونتربريز ينجموا يكونتاكتيوكم بالبوست يبعثوا لكم جوابات فيهم الريزولتا نتاع لي انترفيو الى لي كونكور اللي نتوما عملتوهم. وزادة لازم الميل والتليفون، كما قلت لكم الميل لازم بروفيسيونيل فيه الاسم واللقب لا اعداد زايده ولا تربيجات، ونمروا التليفون نتاعكم وحطوه بالصحيح وردوا بالكم تغلطوا، على خاطر ساعات ما يجاوبوكمش على الميل ديريكت يكلموكم على التليفون المره الاولى ما هزيتوش من بعد ما يعاودوش يكلموكم. نعاود نلخص الاسم واللقب التصويره ولي كوردوني نتاعكم، ما تزيدوا حتى معلومه اخرى. نتعداو للحكايه الثانيه، انا لهنا السي في باش نقسمو دي سيكسيون الى دي روبريك، مثلا لي ديبلوم وحدهم، القرايه في الفاك والليسي وحدها، لي فورماسيون والا لي ستاج والخدم وحدهم، ولي لوازير والسكيلز وحدهم. علاش؟ باش الغوكروتور كي يجي يقرا الا اي عبد حاجته بالسي في نتاعك يبدا يلوج على معلومه سبيسيفيك ديريكت تطيح عيني على لي جروب ويلقاها سهله وليزيبل وسامبل. وباش يسهل عليكم انتم زيدا نهار اخر كي تبداو قدام الغوكروتور وقدامكم السي في تنجموا تفسروه وتقراوه بسهوله تامه. دونك الروبريك الاولى اللي انا عملتها اللي هي الكواليفيكيشنز. الكواليفيكيشنز تلم انواع لي سيرتيف لي ديبلوم والشهادات كامل انواعها اللي عندكم، كيما شهاده الباك، شهاده التخرج من الفاك، ليسانس انجينيوري ميديسين اللي هو. فما مثلا انا لهنا عندي زوج شهاده نتاع انجلي، واحده من البريتش كانسل والاخرى من لاميديست، تنجموا تعملوهم راهم مهمين ياسر في سي في، حكيت عليهم ديجا قبل في الخدمه والقرايه في الخارج. وزاد عندي دو سيرتيف اخرين، هذا بكم تكثفوا لي فورماسيون والحكايه هذه تبدا معبيه بحاجات. بطبيعه حاجات عملتوهم ردوا بالكم تحطوا معلومه غلطه والا مش موجوده، على خاطر من بعد باش توحالكم في الانترفيو لازمكم اللي تكتبوه ديجا متعدين عليه وتعرفوه حافظينه شربت ماء. دونك الروبريك الاولى اللي هي الكواليفيكيشنز تلم انواع لي ديبلوم اللي عندنا. طبعا نتعداو للروبريك الثانيه اللي هي الادوكيشن. في الادوكيشن انا حكيت على القرايه الرسميه اللي نعملوها في تونس، كيما ليسي اخرتها باك، لونيفرسيتي اخرتها ديبلوم دانجينيور والا ليسانس والا اللي هو. دونك نجيو لهنا ونكتبوا قرايتنا اللي عملناهم. الحاجه الاولى اللي نكتبوها هي الحاجه اللي قاعدين نقراو فيها توا، نحطوا الدات نتاعها من وقتاش تبدا لوقتاش توفى، تحطوا زادة اسم القرايه اللي عاملينها ماستر والا ليسانس والا ميدسين والا اللي هو، وتحطوا اسم الفاك وفي انا بلاد تقراو فيها. مثلا كان انت عامل ليسانس تحط الليسانس نتاعك الاولى وتحتها الباك، يعني تمشي من جديد للقديم اللوطة. كان عامل ماستر تحط الماستر الاولى تحتها الليسانس والا الانجينيوري وتحتها الباك. كانك عامل باك اكهو تحط الباك اكهو، وكانك نيفو ليسي ومازلت ما وصلتش حتى للباك نجم تبدا تحكي من نوفيام اني للنيفو اللي انت وصلت فيه. هذا التنظيم نتاع القرايه كيفاش يكون، وتحت كل حاجه ماذا بيكم تكتبوا دي ديتاي سبيسيفيك ليكم انتوما باش اللي يقرا يحسكم واحد سبيسيال. كان عندك شهاده والا جائزه خديتها في القرايه هذيك تكتبها، كان عندك موين تحفون زاد خديتو تكتبو، كان كرموك في القرايه هذيك زاد كيف تكتبها، كان واخو اوبسيون زاد كيف تكتبو. وما تنساوش تحطوا سبيسياليتي نتاعكم في الدومين اللي تقراو فيه.
طوى نتعداو للغوبريك الثالثة اللي هي Trainings and Career اللي تلم استاجات ولي بروجي اللي تنجمو تعملوها في الليسي وإلا في الفاك في اللي كلوب على شرط انها تكون بروفيسيونيل. انا لهنا مشيت بالتدريج الزمني معناها من جديد للقديم. نجمو زادة انتوما البارتي الاولى تكتبوا كان عندكم خدمة تحكيوا عليها، من بعد تهبطوا تكتبوا على الاستاج، ومن بعد تهبطوا تحكيوا على البروجي اللي عملتوهم. زادة كيف ما تكتبوش استاج انتوما ما عملتوهوش ما عندكم عليه حتى فكرة. دونك نجي ناخو انا اكزامبل هنا استاج اللولاني بتاعي، حكيت شنية الفاك اللي قريت فيها، شنية البلاد، من وقتش بدا لوقتش وفاه. تحتو جيت كتبت لي ديتاي متاع لي تكنيك اللي تعلمتهم في استاج هذاك في اللابو وإلا في المعمل وإلا في الفاكولتي وإلا في أي بلاصة كان. لي موك لي مثلا لي تكنيك، لي اكسبيريونس، لي لوجيسيال، لي ريزولتا، اي حاجه انت تعلمتها في ستاج هذاك وما تعلمتهاش في بلاصه اخرى تكتبوا لي مو كلي هذوما. علاش؟ على خاطر السي في وقت تبعث للريكروتور اول مره ماهوش هو اللي يقرا، يتعدى على لوجيسيال نتاع سكانينغ. اللوجيسيال هذا يديتكتي لي مو كلي اللي هو حاجته بهم. دونك ركزوا في الروبريك هذه. زاده بخلف الكواليفيكيشنز انكم تعملوا برشا ستاجات في برشا دومينات متنوعين بطبيعة في الفيلد اللي انتم تقراو فيه، كما انا بيولوجي عملت في التريتمون دي زو، عملت في الشيمي، عملت في لاغرو اليمونتير والانفيرونمون، كل شيء باش من بعد عرفت شنو هي القرايه والا الخدمه اللي نحب نعملها من بعد. تو بعد ما حكينا على الخدم كان موجودين استاجات ولي فورماسيون البروفيسيونيل، نتعداو للروبريك اللي بعدها اللي هي كمبيوتر سكيلز. الكمبيوتر سكيلز الحاجه اللي بازيك الناس الكل لازم تحطها اللي هي اوبن اوفيس، على خاطر فما برشا عباد يبداو طالبينهم واحنا نحقروها نستخيلوها حاجه تافهه. الوغ كل باوربوينت والاكسل والفازات هذوك من الكل فيهم نيفو افونسي، وفما ناس يعملوا لك دي تيست قبل ما تدخل تخدم كان انت عندك النيفو المطلوب، سينو دبر راسك من بعد. زيدا كيف تحطوا لي لانجاج ولي سوفتويرز اللي انتم تعلمتوهم اللي هما لي لوجيسيال في الدومين نتاعكم والا في اي حكايه اخرى تعرفوها. بعد الروبريك الاخرى انا عملت فيها اللانجويجز اللي هما اللغات اللي نعرفوهم. بالطبيعه تحطوا اللغات على حسب النيفو نتاعكم باش من بعد ما تورطوش رواحكم. مثلا تحط روحك فرونسي افونسي، تجي في الخدمه نتاعك يرمي لك الاوراق باش تحرر وتكتب دي زارتيكل، تجي تلقى روحك واحل وانت الباز ما فهمهاش. حط على قد ما فهمه باش ما تظلمش روحك نهار اخر. نتعداو للحكايه الاخرى اللي هي الاكتيفيتيز اند انترست. نجمو تحطوا فيهم لي زاكتيفيتي نتاعكم في لي كلوب والا في الجمعيات والا لي بروجي اللي عملتوهم لبرا وحدكم تبع لي زانتيري نتاعكم ماهيش تبع القرايه. زاده كيف تحطوا الحاجات اللي انتم تحبوهم، الباست تايم، هواياتكم، اي حاجه تحكي على شخصيتكم وتنجم توصل للعبد اللي يقرا اللي انتم ماكمش عبد كسول وعندكم اهتمامات في الحياه بخلاف القرايه والخدمه. لهنا زادة كيف نوصيكم تنتقليوا رواحكم في الكلوب متاع الفاكولتي وإلا تخدموا أموا بروجي وإلا زوز مع جمعية في أي حاجة، على خطر عندها أبوي قوي في السيفي متاعكم. دونك نلخصوا السيفي، قسمناه لدي روبريك، حطينا لي ديبلوم وحدهم، حطينا الإيديوكيشن اللي هي القراية الرسمية متاعنا، حطينا الستاج ولي بروجي، حطينا لي لانغ وسكيلز، وحطينا لي الوزير. الحاجة لهنا اللي نوصي عليها ديما ما تكتبوش حاجة انتم ما تعرفوهاش وما عملتوهاش، ردوا بالكم من الغلط متاع الأورتوغراف والكونجيغيزون، عملوا ميل اسمكم ولقبكم، نظموا السيفي من الوقت الجديد للوقت القديم. ماذا بيكم اللي يقرأ في السيفي عينيه ديما تطيح على الحاجة الأولى اللي انتم تعملوا فيها توا. كان عندكم سيفي قصير نورمال ما تفدوش كي تجيو تصبوا في أبليكيشن. الكلنا بدينا بسيفي قديم فيه كان الفاك وستاج واحد، ساعات ما فيش ستاج وصبينا به في استاجات وتقبلنا، وصبينا فيه في استاج الثاني والثالث والرابع وكملنا قرايتنا والسيفي يمشي ويطول وما يوفاش. دونك لهنا كان جاي السيفي 3-4-5 ورقة عادي، ما تحاولوش تقصروا على حساب التكنيكس اللي لازمكم توصلهم للغوكوتور. كان جاي السيفي قصير نورمال تو يطول بالمدة، ركزوا انكم تعملوا برشا دي فورماسيون وبرشا دي زاكتيفيتي مع الجمعيات، هذه تو نحكي فيها في فيديو واحدة اخرى. ان شاء الله نكون فدتكم بالفيديو هذه. اللي عنده اي كيستيون كالعادة نجم يبعث لي ميساج والا كومنتير وانا نجاوبكم، واللي عنده اي نصيحة اخرى انا ما قلتهاش يكتبها في كومنتير اللوطة مش في ميساج بريفي باش الناس الكل تراها وتستفيد منها. وما تنساوش تابونيو رواحكم وان شاء الله ربي معاكم. الفيديو الجاي ان شاء الله نحكي لكم على الكفر ليتر وهكاك تكون الابليكيشن متاعكم كاملة، تركحوا السيفي متاعكم والكفر ليتر وتبداو تبعثوا الاستاج الجايين، وان شاء الله ربي معاكم.